مساء الخير. نهار اليوم سادت أجواء حارة نسبيا وبلغت العظمى 31 درجة مئوية. حاليا الأجواء لطيفة، درجة الحرارة الآن 24 درجة. هذه الليلة تستمر الأجواء لطيفة لتصل درجة الحرارة في عمان إلى 20 درجة مئوية. أما نهار الغد تكون الأجواء حارة لتصل درجة الحرارة في العاصمة عمان إلى 31 درجة. نستعرض الآن درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد، ونبدأ بإربد. 23 هذه الليلة المفرق، 19 جرش، 23 السلط، 21 غدا ترتفع إلى 31، ودير على 41 درجة وأجواء حارة. الزرقاء 22 شرق عمان، 23 مطار ملك علياء، 15 هذه الليلة غدا ترتفع إلى 34، غرب عمان 31 والفحيص 33 درجة. مرج الحمام 20 درجة، مادبة 19، وادي الموجب غدا 35، والكرك 29 درجة، غور الصافي أجواء حارة نسبيا و42 درجة. الطفيلة 21، الرشادية 16، الشوبك 19، البتراء 21 غدا ترتفع إلى 31، وادي رم 37 والعقبة 41 درجة. رويشد 24، أيضا الصفاوي 24، الأزرق 23، غدا ترتفع إلى 38، ومنطقة الجفر أجواء حارة و36 درجة مئوية. إذا غدا أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، لتسجل درجات الحرارة نهارا في عمان 31، تنخفض ليلا إلى 20 درجة. يومي الثلاثاء والأربعاء تكون الأجواء حارة لتصل درجة الحرارة نهارا في عمان إلى 34، تنخفض ليلا إلى 22 درجة مئوية. شكرا لكم حسن المتابعة، وعودة لاستوديو الأخبار.